مجموعة من الضمانات القانونية لحمايته من تعسفات الاحتلال، كما ينص على مصادر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محل الكراء وضمان السرعة في حل المنازعات بتحديد آذان مضبوطة كما تكون مضبوطة في المتدينة، يعني هذه غير حاجة القانون ويعطيها واحد الإطار أنه ما تصيرش ردها في المحاكم. عفوا، قانون الكراء الجديد هذا مجال لخدمة المحلات المعدة السكنة والاستعمال المهني مؤقتة أو غير مؤقتة واللي تفوق المدة ديال الكراء 30 يوم يعني شهر، كما يحدد ثمن وشروط الكراء الفرضي من طرف الكراء. بغيت نقول لك شكرا. ينص على إجبارية إبراز عقد الكراء بمحاضرة ثالث. نقدر نعاونك راه كنعرف. ما كاين علاش تعاونيني. سيري بحالك وصافي. والمرافق التابعة لها والغرض مخصص لهذه المحلات وكانت تجهيزا لمعدل الاستعمال الخاص بالطرف التجاري وحده. تشترط قانون الكراء الجديد على طول غنخليك دوزي عندي يومين ولا ثلاث ايام على ما ترجع لداركم، لا تقلبي على هذاك اللي حملك. شي داكشي اللي كيصحاب ما بغيت نعرف والو، لا عليك لا على حياتك. سلام عبلا، واش مسمنا تعافاك؟ مازال ما وجينا سعاد، رجع من دابا شوي. واخا اختي. ناس تاع الدرب كيهضروا، ما خصنيش المشاكل. العشاء كيتحط في الثمانية قبل وردة كدير تمارين ديالها وانا كنكون مشغوله.